هاي everyone، سلام يا اصحاب. انا وصفتي لكم لليوم رز بحليب، سوشي رز بحليب. وصفه جديده وطيبه وسهله وما بتاخذ وقت، وبالصيفيه لانه فينا ناكلها ساقعه منعشه. ان شاء الله تحبوها وتجربوها، كثير طيبه. رح اجربها قدامكم. هاي المحشيه فستق حلبي طعمتها مثل البقلاوة، كتير طيبة. وعندي نكهة التفاح والمانجو، وأنا حاطة هون الشعيرية اللي مستعملة للكنافة، حمصتها مع وحطيت لها شوية قطر مثل ما شايفين، غلفت فيها الرز بحليب وكمان السمسم المحمص والكوكونات، حطيت له فود كالورينج كمان مشان يغير نكهة، كتير طيبة. ان شاء الله تحبوها وتجربوها، وكمان فيكم تغلفوها بعلبة هيك، تحطوا تشكيلة بقلب علبة وتحطوهم تشلون بالبراد او تهدوها لأصحابكم. كمان طريقة كتير حلوة. وهلأ بنبلش بالوصفة. انا عندي هون كوب ونص رز، غسلته ونقعته لشي ساعتين، فيكم تنقعوا اكثر اذا بدكم. هلا رح زد لهم 3 اكواب حليب، بنولع النار وبنخليهم يغلوا. وهلا بلش يغلي الحليب، بدنا نحركه منيح لحتى نتاكد انه الرز ما لزق بارض الطنجره، ومنغطيه وبنتركه يغلي على مهله، وبنخفف النار طبعا تحته. بعد شي 5 دقائق ما غلى الحليب بالرز، رح زدت ربع كوب سكر وحركتهم منيح فيه. ومن هلا وبالرايح بدنا نضلنا نحرك بالرز حتى ما يلزق بارض الطنجره. انا ما راح اغطي الحليب ابدا، راح اتركه يغلي هيك. وهلا بطفي النار تحت الرز مثل ما كن شايفين، وبزيد معلقه كبيره سكر وبحركها فيه. السكر بخلي الرز يضل ما ينشف وبيعطي لمعه. هلا بحطهم على صينية خشب مشان يبردوا، وبس يبردوا شوي بغطيهم شقفة نايلو حتى ما ينشف وجهن. هلا هني وسخنين رح احط معلقة فانيلا، وبدي احط معهم ماء الورد. هون رح استعمل حبة مانجو، بقشرها وبقطعها لشرحات طويلة، وجزرة صغيرة كمان نفس الشيء بقطعها لشرحات، والكيوي كمان نفس الشيء، والتفاحة بقطعها وبحطها بمي وحامض حتى ما يدبغ لونها. هلا بدي استعمل الصوص، استعملت كريم تشيز، واستعملت ماسكيبوني تشيز، وسولتد الكراميل، بتعطي نكهة كتير طيبة مع هيدي الفواكه يلي بدي استعملها. هلا عندي هون فستق حلبي، رح زد لهم شي معلقتين عسل وبخلطهم منيح بالفستق الحلبي، لانه انا حابه كمان نكهه الفستق الحلبي مع الرز بحليب، كتير طيبه. هلا بعد ما برد الرز هلا بدنا نبلش نشكله. بناخد شوية رز بإيدنا وبنحطهم على ورق الزبدة، بس ما بنكبس عليهم كتير، يعني بس دوبتنا اللي بنكبس عليهم حتى نفردهم بس، لأنه ما بدنا إياها تصير مثل العجينة. هلأ بتشكلوها بالطول يلي بدكم إياه. طبعا بدنا نفردها لحتى نلفها رول.
هلا اول وحده رح اعملها بالمانجو. اول شي بحط الصوص يلي عملناه الكراميل صوص، بيعطي طراوة بقلب الرول مع الرز. وكمان بس نلفها، ما بنكبس كتير عليها، بس شي انها تلزق ببعضها، ما بدنا نكبس. هلا بعدين انا هون بدي رش عليها سمسم محمص. السمسم المحمص بيعطي نكهة كتير طيبة، وكمان ما بيخلي الرز ينشف. هلا بلفها بالورقة الزبدة وبدي احطها بالبراد. تاني وحدة رح اعملها بالفستق الحلبي نفس الطريقة، بس بالفستق الحلبي ما رح احط الصوص بقلبها. انا رح حط من برا عليها بدل السمسم الشعيرية اللي بنستعملها للكنافة، انا محمصتها وحطت لها شوية قطر، راح حطها رش عليهم ولفها فيها. ما تتخيلوا طعمتها هيدي شو طيبة. كتير هين الشغل بالرز. كمان بنحطها على جنب. وهلأ التانية بدي، تالت وحدة بدي اعملها بالجزر والتفاح. هيدي اكتر شي انا حبيتها، ماي فايفوريت، التفاح والجزر مع الكراميل صوص. انا هيدي رح احط عليها جوز الهند، حطيت عليه نتفة فود كالورينج يعني الملون تبع الاكل، وخلطتهم فيهم، كمان بيعطي نكهة طيبة. اخر وحدة خلطتها مع المانجو والكيوي، وحطيت لها الكراميل صوص بقلبها. هيدي رح احط لها كمان الكنافة الشعيرية. هلا انا كلهم بحطهم بالبراد، انا هلا عملتهم بالليل، رح خليهم بالليل كل الليل، وتاني يوم برجع بقطعهم. فيكن تخلون لشي ساعتين اذا بدكن او 3 ساعات، بس لحتى يجمدوا منيح لتقدروا تقطعون، بس انا خليتهم كل الليل. حسب قديش انتو مستعجلين فيكن تشتغلوا فيها. وهون طلعتهم كلياتهم، وهلا بدنا نشتغل فيهم، بدنا نقطعهم. هلا قبل ما اقطعهم بدنا نرش عليهم شوية عسل او شوية قطر. اول وحدة حطيت لها عسل، بس انا رجعت فضلت القطر على العسل. العسل والقطر ما بيخلي كمان الرز ينشف، وبيعطي نكهة كتير طيبة لإلها. وبعد ما خلصتهم كلهم تقطيع، دهنت الوجه القطع يلي قطعتهم كمان بالقطر. وفيكن تاخدوها هون مع عسل، مع كريم كراميل، فيكن تاخدوها مع النوتيلا او تشوكلت صوص، يلي بدكن اياه فيكن تحطوه، او بتاكلوها لوحدها بدون اي شي بالمرة. والفروت فيكن تحطوا اللي بدكن اياه بقلبها، ما تقدروا تتأيدوا باللي انا عملته، اللي بدكن اياه فيكن تحطوه بقلبها، بس انا فضلت هالتلات اشكال اللي عملتهم. هذه وصفتي لكم لليوم، ان شاء الله تجربوها وتحبوها. فيكم تاخدوها مع عسل او مع كريم كراميل، مع الجهتين بيمشي الحال. انا عندي هون فستق حلبي، عندي تفاح وجزر، وعندي مانجو، وعندي مانجو وكيوي.
ان شاء الله تجربوا هالطريقه هيدي، وفيكم تحشوها اي فواكه انتم بتحبوها، ما ضروري تتقيدوا باللي انا عملته. ان شاء الله تعجبكم، طريقه جديده وسهله وهينه. وبكل الاحوال انا راح احط كل المكونات بصندوق الوصف، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.